هكمل كلامي عن نسب الطلاق المرتفعة وإيه علاقتها بالميديا وإيه علاقتها بالمسلسلات التركي. بس قبل ما نكمل كلامنا ياريت تدخلوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. إيه علاقتها بقى؟ علاقتها إن الناس بتدخل عالم افتراضي، الناس بتدخل عالم مش عالمهم، الناس بتهرب من أرض الواقع على فيسبوك وعلى مواقع كتير علشان هي رافضة الواقع اللي هي عايشة فيه. دلوقتي الراجل بيلاقي مراته راجعة من الشغل، أو مع إن هو هي زيه زيها دي بتشتغل وهو بيشتغل تعبانة، ودي عليها مسؤوليات أكتر من الراجل. الست عليها مسؤوليات كتير جدا، الست عليها مسؤولية بيت ومسؤولية حضرتك ومسؤولية الولاد ومسؤولية شغلها، هي برضو من أدمى دي يعني أضعف منك كتير. بتشوف كل ده الراجل بيلاقيها تعبانة وهلكانة وطالع عينها ومهتمية بالولاد، مش فاضية دلوقتي تقعد تتكلم معاه. بيحصل فضول بقى، العالم بتاع الفيسبوك ده بيلاقيه اسهل من ان هو يقعد يتكلم مع مراته، او يصفي الفجوة اللي بينهم، او يصغر الفجوة اللي بينهم، او يقعد يفتح مواضيع معاها ان هو يهرب على الفيس. وتلاقي الراجل طول النهار قاعد ماسك الموبايل بيكلم فلان، بيكلم علانة، بيكلم ده، بيكلم ده، بيدخل على جروب، بيهرب من الواقع اللي هو عايشه لعالم افتراضي مش موجود اصلا. الفيسبوك ده بالنسبة لي زي الشارع كده، كل ما انت ماشي هتقابل الكويس، هتقابل الوحش، هتقابل السادق، هتقابل الكذاب، هتقابل الخاين، هتقابل مش خاين، هتقابله ناس كتير جدا. ما ينفعش ان احنا نصدق، ناس كتير صدقت الفيسبوك وصدقت الناس الموجودة عليه، وبيوت كتير اتخربت وبيوت كتير. مش عشان الراجل خاين او عشان الست خاينة، لا يا جماعة، عشان في فجوة بينهم كبيرة جدا محدش حاول يلحقها او يعالجها او يسقرها او يلم الكسر اللي حصل ما بينهم. بيكون في كسر حصل وفي فتور في الحياة، في ان انت ما بقتش صاحبي او ما بقتش صديقة، او انا مش عارفة اتكلم معاك، او انا مش عارفة اتفاهم معاك. لقيت ان انا اسهل بتفاهم مع واحدة على الفيسبوك او واحد على الفيسبوك، لقيته سهولة التفاهم في الشخصيات الافتراضية اللي مش موجودة اصلا اسهل من انت تتفاهم مع مراتك او ان انت تتفاهم. لقيت ان انت تنزل تقابل واحدة احسن ما تقعد مع مراتك وتحل الفجوة اللي بينكم او توصل لحل. مش طبعا مش غلط، او مش هقدر اغلط الناس اللي هي بتفشل في علاقاتها الزوجية، لكن برضو ما يبقاش سهل قوي العلاقات. يعني في رجالة دلوقتي علاقاتهم متعددة جدا 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 على الفيسبوك، هو قاعد ما بينش اي حاجة. على فكرة الفيسبوك من اكبر واهم الاسباب اللي هي كانت سبب في ان نسبة الطلاق تعلى جدا. المسلسلات التركي، كل ست دلوقتي قاعدة بتتفرج على مسلسل تركي وشايفة بقى مهند وشايفة نور وعايزة بقى الجو ده، وجوزها قاعد مش طايق نفسه علشان هو مش عايز، ده مش شايف، ده مش واقع. فيروح فين؟ يهرب هو للسوشيال ميديا ويدخل يشوف حد يتكلم معايا. ما مراته قاعدة بتتفرج على 150 حلقة، 150 حلقة مسلسل كلها حب وهيام، وبعد كده تشوف. بعدين على فكرة المسلسلات التركي دي مش موجودة اصلا، والله الشعب بيصدر لنا حاجة مش عندهم اصلا، ده شعب مطحون جدا وشعب غلبان جدا. والاشكال حتى الصور اللي بتشوفوها ومهند وده، ده مش موجود عندهم في الواقع خالص، واكيد الناس اللي سافرت هناك هتبقى عارفة ومتأكدة من كلامي. الكلام ده كله مش موجود، الناس دي مسلسلات. كمان من الحاجات المهمة جدا الحالة اللي الميديا بيصورها لنا، الحالة الاقتصادية، القصور اللي بقت البلد كلها فيها، الكومباوند الفظيعة اللي البلد بقت كلها فيها. الناس دلوقتي بتتصارع عشان تجيب فيلا في الحتة الفلانية، شاليه في الحتة الفلانية، ده ده ده. فكله دلوقتي بقى مطحون، كل ده من ميديا. ما هو انت بتشوف الفيلل دي، الله هنا الفيو ده تحفة وده جميل وده روعة، وانا عايز اجيب فيلا هنا وعايز اروح هنا. هتلاقيهم طول النهار حياتهم كلها جري في جري علشان يجيبوا الفيلا دي. بس هو ده مش واقع الشعب على فكرة، الناس كلها مش عايشة كده.
الناس كلها مش عايشه في فيلا ومش عايشه في قصور زي ما الميديا بتصور لنا. احنا مسلسلاتنا كلها دلوقتي بقت عباره عن قصور وفيلل وناس من كوكب تاني. لا، هو يا اما طبقه عاليه جدا يا اما طبقه ما فيش خالص. لا، في ناس عايشه عادي جدا بتصارع عشان تعيش. بجد بجد الميديا كانت سبب كبير جدا. انت لما حضرتك تشوف فيلا عجبتك وتجري بقى علشان تجيبها وتجري وتطلع عينك علشان تجيب الفيلا دي وتفضل بقى تدفع اقساط وتدفع مقدم. انا بقول كلام يا جماعه واقع جدا وواقعي جدا وفي كل البيوت. وتفضل بقى تطلع عينك وتخش في الدوامه ولا مش هصرف، لا مش هجيبه، لا نوقف ده وده وده وده. واول ما هتدخل الفيلا هتبتدي تدور بقى على حد غير مراتك خالص علشان تهزر وتضحك وتتبسط وتنكت وتخرج بقى من المود والاجهاد اللي انت فيه طول الاسبوع ومن الاجهاد اللي انت فيه بقيت طول حياتك. هتلاقي نفسك وصلت 40-50 سنة، اذا انا ما عشتش حياتي، انا عايز اعيش حياتي. هتبتدي بقى تفكر ان انت تعيش حياتك في 40-50 سنة. انا حقي ان انا اعيش حياتي. اوكي، انت خلاص عملت كل حاجة، هتعيش حياتك. وبيبتدي بقى القصة ان يقول لك ده سن مراهقة متأخرة والكلام ده، ده مش صحيح. ده يا جماعة كله مشكلة اجتماعية، مشكلة عنده في بيته، مشكلة فجوة حصلت بينهم بسبب ظروف اقتصادية زي ما قلت لكم، بسبب الفشخرة الاجتماعية، بسبب الميديا. كل ده لما الراجل بيشوف واحدة حلوة على الفيسبوك او اي حاجة بيبقى شايف ان دي يعني واو، ويدخل يكلمها ويدخل يهزر معاها ويدخل. هتقولوا لي هي لسه بتكلمها، ممكن تكون مش متجوزة او ممكن تكون منفصلة وهي كمان بتدور على حد كويس. ما ده زي ما بقول لكم، زي ما في هنا في هنا. بس الموضوع بقى زيادة قوي بجد الموضوع، ونسبة الطلاق بقت اوفر قوي وبقت زيادة جدا بسبب ده، بسبب الحالة الاقتصادية، بسبب الفشخرة الاجتماعية، بسبب الميديا والاعلام والمسلسلات التركي. بطلوا تتفرجوا على مسلسلات تركي، دي مش واقعية خالص. مسلسلاتنا بتاعت زمان انتوا كنتوا بتحبوا زي المسلسلات القديمة بتاعت زمان، انا مش عايزة اقول اسماء عشان حقوق الطبع. القديمة كانت بتعجبكم قد ايه، وكنتوا بتحسوا كده بزمن جميل وبناس جميلة وبحاجات حلوة قوي. هي دي كانت حياتنا وهي دي ناس طبيعية عايشين. احنا دلوقتي الميديا بتصور لنا مجتمع مش مجتمع، مش احنا، مش عامة الشعب، مش الناس كلها عايشة كده. بالعكس، احنا شايفين ناس من كوكب تاني. فكل بقى الشعب بيسعى ان هو يبقى في الكوكب التاني ده، بيبقى عايز يطلع للطبقة دي وبيصارع عشان يطلع للطبقة دي. والفنان مش عارفه مين ساكن في الكومباوند الفلاني فانا هسكن معاه، والفنان مش عارفه الفنانه مين دي هي معايا فانا هروح اخد هناك عشان تبقى معايا. احنا ابسط من كده بكتير يا جماعه. حاولوا تصغروا الفجوه اللي بينكم، حاولوا تلحقوا لو في فجوه تلحقوها. الراجل لما يسافر ياخد مراته واولاده معاه ما يسيبهمش. الست لما جوزها يسافر تقول له انا واولادك قبلك. اوعي تسيبي جوزك يسافر لوحده، واوعي انت تحملي نفسك مسؤوليه وانت قاعده هنا في بيتك بولادك لوحدك وهو هناك قاعد لوحده. في الاخر البيت ده هيتخرب، في الاخر صدقوني البيت ده هيفشل والعلاقه دي هتفشل والاسره اللي انتوا كان نفسكم تكونوها وتطلع عينكم عشان تعملوها هتتفركش. صدقوني يا جماعه والله، حاولوا لو في فجوه ما بينكم قبل ما انت تروح تشوف واحدة تانية او هي تشوف واحد تاني، حاولوا انتوا تلحقوا الحتة دي وتصلحوا الغلط وتصلحوا اللي انكسر بينكم، وتقدروا ان انتوا تكملوا وتقدروا ان انتوا تلحقوا اللي فاتكوا. واكيد اكيد يعني في ناس بتحاول تعمل كده، وان شاء الله باذن الله ربنا ما يخلفش بيت حد ابدا، وربنا ما يجيبكوش حاجه وحشه. وفعلا يمكن الكلام ده يلفت نظركم لحاجات كتير قوي، ان العالم الافتراضي اللي احنا بندخله ده عالم افتراضي، ده مش احنا، ده شارع انت بتمشي فيه تتصفح تشوف ده تشوف دي تقابل ده تقابل دي، لكن ده مش واقع يا جماعه. والناس اللي انتوا بتشوفوها حلوه قوي قوي على الفيس دي مش حقيقتها. حاولوا تشوف الناس على حقيقتهم، يمكن تلاقي اللي عندك احسن، يمكن تلاقي اللي عندك احسن.
صدقوني نحاول ونجرب. معلش طولت عليكم وهقابلكم تاني ان شاء الله. ميرسي ليكم وتحياتي. ممكن اشتراككم فضلكم للقناة. انا عايزة اوريكم فيو بس قبل ما اقفل. البحر اهو. صباحكم جميل يا رب، وان شاء الله اشوفكم تاني. تحياتي.